يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. صباح الخير، واسمحوا لي طبعا صباح على زمايلي شريف وساره. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا صباح ديدا، الخير. صباح الخير يا ساره، صباح الخير يا ازيك، شريف، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. انت عامل ايه الحمد النهارده؟ لله. كويس. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. هيكون معانا طبعا اكتر من فقره، شوفونا من 9 ل 11. هيكون معانا فقرات كتير جدا طبعا، من ضمنها فقره الصحافه هتكون مع دينا النهارده عشان تعرفوا اهم المنشطات والاخبار الموجوده في كل الجرائد. وانت ايه تاني يا شريف؟ النهارده بنتكلم الحقيقه على مواضيع كتيره، ويمكن من اهم المواضيع اللي احنا كلنا بنحاول ننادي بيها كل ما نتكلم عن بره ونتكلم عن الحياه المتطوره بره، بنتكلم على فكره الخدمات او السيرفيسز، سواء الخطوط الساخنه، سواء ان مثلا لما تطلب الاسعاف يجي لك وهكذا. وهنتكلم النهارده عن تجربه متميزه جدا حقيقه، وهي الخط الساخن للاسره والطفل. تجربه اعتقد انها مهمه جدا، هنفهم عنها ونعرف عنها اكتر عن ايه الخط الساخن للاسره والطفل من خلال فقره خاصه جدا مع الدكتور عبد الحميد اباظه، وهو مساعد وزير الصحه. تابعونا. لما تطلب الاسعاف يجي لك، دي حاجه غريبه على جدا فكرة. بس في مصر يعني ده حاجه غريبه جدا لو طلبنا الاسعاف وجالنا صراحه. لا انا فاكره انا عصرت القصه دي اصلا مع جدتي الله يرحمها، ان طلبنا الاسعاف وجت متاخره بالظبط. يا تيجي يا وفي ما بتجيش خالص، فيعني فكره ان السيرفيس دي تبقى موجوده دي حاجه مهمه جدا. خلينا نقول كمان ان احنا عندنا فقره عن المدرسه الكلاسيكيه للفن الفوتوغرافيا، وهيكون منورنا فيها طارق عبد العزيز فنان تشكيلي. بالظبط هيكون موجود معانا. كمان النهارده هيكون معانا الاستاذ علي جمعه، هو كابتن منتخب مصر لكره السرعه، ومنار ابراهيم هي لعيبه برضو في منتخب كره السرعه. هما الاثنين واخدين بطوله العالم لكره السرعه برضو. طيب الحقيقه معانا فقرات كتير جدا، بس اعتقد احنا كلنا لازم نقول ان الحمد لله 11/11/2011 خلص وما حصلش حاجه، والعالم ما قامش والدنيا ما قامتش. كان في 10/10/2010 وقبلها كان في 9/9/2009 بالظبط، وفي 12/12/2012 يعني الموضوع عادي بس على فكره 12/12/2012 هتبقى اخر سنه خلاص. ده فعلا مفيش 13/13/2013. لا مفيش 13/13/2013 ده هو ده. بس كانت كل الناس متوقعه فعلا فكره نهايه العالم، وان ده الحاجات دي كلها تخلص، بس الحمد لله اليوم عدى وخلص ومفيش اي حاجه. بس هي الفكره ان احنا كمصريين بنحب نعمل، بس انا بحب نهيص، بنحب نهيص بمنتهى البساطه، مش لازم يعني تتحرجي وتحاولي تدوري على كلمات مناسبه. انا بحب نهيص في الزيطه كده يعني، بس وماله ادينا بتسلى. طيب هنروح لفاصل ونرجع تاني على طول مع فقره الصحافه، خليكم معانا.